اللي غتخليه يدعي للخروج او انه فعلا مكره مقيد بالصح كتقولوا كيكذبوا لا كاين اللي مقيد خذوني باليقين كاين بعض الجن هو صادق معك انا صادق معك ولكن مقيد ما يقدرش يخرج اغلال باغي يخرج اما مقيد بالخوف خوف يقول قيدني راه كيحسب ماشي قيود وانما الخوف من قوتهم من قتلهم وكاين اللي فعلا مقيد بسحر الساحر حينما عقد واش من عقدك انت مع عقد دابا ديال الميو ديال السلسله ما كتشوفهاش ما كاين والو بسحر كذلك كما عقدك ربطك انت ربطه هو ربطكم جوج ربط الجن كما ربط الانسي ربط الجن مع الانسي ولكن الرقي عندها اسرار كتجعل الفجوه كيحس بالنفس ينفك له القوه في الخروج راه ما يمكنش يجي لي غيبقى في البلدان ولكن يحتاج منك الى اساليب ولهذا نريدك الرشد انا كعذبك انا كعلم عامه ماشي كنعطي الكلام لواحد يلا بسم الله نبدا ان شاء الله يلا كل اخت